بكم، نهاركم مبروك وعطلة سعيدة للجميع. سنة هجرية سعيدة تدخل عليكم على الجميع بالصحة والعافية والتيسير والرزق يا ربي، وزول لنا هذا الوباء في أقرب الآجال وبأخف الأضرار. اليوم هو يوم عطلة بالنسبة للأغلبية، فأكيد الناس أيام عطلة كيستغلوها يشوفوا الحباب ديالهم، يشوفوا العائلة. هذه المناسبة كنكونوا مجموعين، ظروف الجائحة منعات بزاف ديال الحوايج اللي عندها طابع اجتماعي اللي كتخلي الألفة وكتخلي العائلة مجموعة، لكن الحمد لله دابا إن شاء الله يزول هذا الشيء ودابا نرجعوا كما كنا وترجع الجماعة الزينة كيف كنقولوا. أي إنسان كيتمنى شي أمنية في خاطره إن شاء الله تحقق ليه بهذه المناسبة، وإحنا في بداية عام هجري جديد 1443، نتمنى ويا ربي تكون سنة خير على الجميع بإذن الله تعالى، صحة وعافية ورزق وجمع الشمل. وفي هذه الجولة الخفيفة اللي كتعداش بضع دقائق هو عزوف الشباب عن الزواج. شنو هي الأسباب في اعتقادكم؟ أكيد كاين أسباب كثيرة، كاين الظرف الاقتصادي والاجتماعي بعامل الثقة عند كثير من الشباب والفتيان والفتيات، شي ما بقى كيثق في شي، كذلك العامل الاقتصادي الخدمة ما كايناش، كرا غالي باش تقدر تبدا صعيب، كاين متطلبات كثيره ولات شحال هادي. ما نقولوش الزواج كان ساهل، ولكن كان الانسان كيتوكل دابا ولا الا بغى يتزوج راه كيدير كيف كنقولوا الورقه والستيلو. حاجه وحده اللي كنتمناو ونتمناو التيسير للجميع واللي مقبل على الزواج، والله يسهل امره ان شاء الله ويبارك لهم في هذا الزواج يا ربي امين. واللي مازال باغي هو يدير اسره ويتزوج ويكمل دينه كيف كنقولوا، الله يفتح ليه بيبان الخير ان شاء الله وينولوا المراد. كيقول لك السبب هما البنات، ما عرفش شنو بغى يقصد يونس، واش يعني البنات ما بقاوش يعني كيصبروا هكا؟ حنا ما غاديش نعمو، بطبيعه الحال كاينه اللي كتصبر وكاين اللي كيصبر وكاينه اللي قليله تصبر وكاين اللي قليل الصبر، وها هي غاده. الجميع يا رب. الانسان كيف كنقولوا راه نعيا وما نخطو نعيا هكا، والحاجه لا كانت غتصدق راه غتصدق، ما غتصدقش ما صدقش. المهم الانسان يدير اللي عليه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، وفي الاخر كنديروا النيه وكنتوكلوا على الله. الكمال لله، راه حتى حاجه راه ما يمكنش واحد الشخص غيكون كامل 100%، سواء الراجل سواء المراه، راه الكمال لله سبحانه وتعالى، كلنا عيوب. الانسان كيلقى في واحد الشخص او في واحد الانسانه واحد الحاجه زوينه، فهمتي؟ الا كانوا شي حويجات ناقصين هكا راه مع المده راه كيكون التفاهم كيكون التعايش، غير الاساس الانسان كيقلب على الاساس.
اخلاق والتربيه والقيم، والانسان اللي غيصبر معاك في السراء والضراء، كيف كنقولوا الانسان اللي غتصبر معاك في السراء والضراء، لان في الفرح ومن كيكون الخير وكل شيء موجود راه كل شيء كيكون ناش الضحك، ولكن في المواقف هنا فاش كيبان الانسان، في المواقف في الشده هنا فاش كيبان الانسان، في الخلاف كذلك ملي كيوقع واحد النقاش هنا فاش كتشوف المعدن ديال الانسان كيفاش غيشد هذا الخلاف، واش غيوليو يتفضحوا الوراق وكل شيء هكا، ولا غتبقى الانسان غيعالج واحد الرزانه وواحد العقل. في المرض كذلك واش هذا الانسان غيبقى معاك غيصبر معاك او لا، يعني المواقف هو اللي كتعبر الانسان. اما في الوقت اللي كل شيء بخير وكل شيء موجود والخير موجود، راه كل شيء مزيان، راه كل شيء ضحك، كيف ما كانت القلوب وكيف ما كانت الانسان ما يحمله من قيم ومن اخلاق، راه كل شيء كيكون ضحك كل شيء فرحان. المواقف هي اللي كتبين الانسان في الكثير من الاحيان، وهنا فاش كنتصدموا في الاشخاص. سعيد قال لك ملي ولينا كنشوفوا الابن كيقتل الام ديالو علاش غنفكروا في الزواج؟ ما خصكم عندنا هذه الفكره السوداويه سعيد، يعني كيقول لكم ملي الاولاد اللي كنضربوا عليهم تماره وربيه وقريه وفي الاخر كيولي هو السبب ان باش يوضع نهايه لحياتك وباش يالم الاسره باكملها، فبالتالي علاش غنزوجوا؟ لا، هذيك حالات، ما نقولوش لها حالات شاذه، وانما حالات استثنائيه كتوقع ما 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 غاديش نبنيو عليها كل شيء وغنعطيوها هي، نخليوها هي الاساس وعليها نبنيو احكام وعليها ناخذوا قرارات. لكن نتمنوا الهدايه للجميع، نتمنوا الهدايه للجميع. إذن مشاهدينا ما سخيتش بكم، نتلاقى ان شاء الله في مباشر اخر. شكرا شكرا للتتبع ديالكم، شكرا كذلك للتعليقات، اعتذر عن التعليقات اللي ما تمكنتش نقراهم. شكرا للجميع، ومره اخرى سنه سعيده على الجميع، في امان الله.